لقاء تشاوري جهوي في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي تم إطلاقه الأسبوع المنصرم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظم بمدينة مراكش. وهذه أول مبادرة، أول جلالة خرجت في هذا الحوار الوطني، وكنتمنى من الله الحمد لله. البارح هذه يومين كانت مدينة مراكش هي الأولى من ناحية الرخص والتراخيص، نتمنى من الله أنه نخرجوا بتوصيات جد مهمة اللي تغني وتحل الإشكاليات المطروحة في ميدان التعمير. عملنا مدة سنوات في مجهودات كبيرة لمعالجة السكن الغير لائق، توفير عرض سكني ملائم، ولكن في هذه المناسبة هي لحظة للقطيعة مع المجهودات مع جميع البرامج التقليدية للوزارة. اللقاء شكل فرصة لمباشرة تفكير معمق مع كافة الفاعلين المؤسساتيين الذين يساهمون في إنتاج الفضاء الحضري والقروي لاستكشاف السبل الكفيلة بإحداث انتقال ملموس إلى نموذج جديد لبناء المدينة وتهيئة المجالات الترابية وتوفير فضاءات عيش لائقة يمكن الولوج إليها، كل ذلك على أساس نهج ترابي براغماتي واستشرافي. الهدف من هذا الشيء هو إعطاء واحد اقتراحات جديدة مبتكرة للقطع مع الآليات والأدوات اللي اشتغلنا فيها في السابق، وإيجاد حلول التي نعيشها اليوم والتي في الحقيقة كنعرفوا إكراهات كثيرة يجب إعادة النقاش فيها. التجربة اللي خذها المغرب منذ الاستقلال فيما يخص التخطيط العمراني وفيما يخص الحكامة وفيما يخص الإطار المبني فهي تجربة جد متميزة، وحان الوقت اليوم أنه نعود نستوعب جميع المشاكل ونطرح جميع المشاكل باش نلقاو حلول ناجعة ونلقاو اقتراحات مهمة. ويعتبر هذا اللقاء التشاوري الذي حضره عمال مختلف الأقاليم التابعة لجهة مراكش آسفي وممثل قطاعات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورؤساء المصالح اللامماركزة مناسبة لفتح نقاش موسع والتبادل والتقاسم حول مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط العمراني وإنتاج مساكن لائقة تستجيب لمتطلبات المواطنين.